السلام عليكم، ازيك يا استاذ سام؟ اتمنى تكون بخير. كل سنه وانت طيب. تمام، خش في الموضوع على طول. تمام، انا احمد علام من مصر. تمام، كل حكايه اللي انا اخدت الكورس، تمام، بقالي تقريبا 3 شهور، 4 5 تقريبا، 4 ونص 5 كده. تمام، احكي لكم بصراحه كفكره اللي انا، وسريعا تمام عشان الفيديو ما يكونش طويل، ازاي اخدت الكورس اصلا او ازاي شفت القناه وكده. تمام، انا عن نفسي تمام كنت بفكر نفسي اللي انا ايه، فاهم كل حاجه على الماركت، ازاي ادخل في صفقات المقاومه البتاع، كل الكلام الحلو ده. تمام، اللي هو لو اتكسر هنا خلاص طار طار رايز وسام. المهم، كنت بقرا على الماركت، كنت بقرا ايه البلوك تشين، ايه الفكره بتاعته، ايه، وقرات كتب تمام، وقرات مقالات وكل الكلام الحلو ده. تمام، كنت بشوف ناس الفيديوهات ازاي احلل الاستراتيجيه الخارقه لكسب مليار دولار في اليوم، وكلنا عارفين الكلام ده. تمام، واللي هو استراتيجيه هتخليك مليونير في 24 ساعه. تمام، كل الفيديوهات الجميله دي. تمام، وانا الحمد لله يعني اكيد مشيت وراهم. تمام، محدش بيتعلم ببلاش. تمام، وكنت فاكر نفسي انا فاهم في الماركت وكل الكلام ده. دخلت الماركت، ايه اللي حصل؟ خسرت الحمد لله يعني، ما لازم نتعلم يعني، اللي هو كانت غالية شوية بس يعني ما بتتعلمش ببلاش. تمام، فكنت تقريبا الاول، اول حاجة انا شفتها في القناة اللي هو كنت تقريبا كنت ببحث عن تحليل عملة او حاجة، تمام، دوت او سولانا تقريبا مش فاكر. تمام، الكلام ده من 5 شهور او من 4 ونص. تمام، لقيت القناة. تمام، قلت خلاص انا ماشي، مش عارف كان تقريبا كان برضو اللي هو كان بيقول انتوا غلطتوا او حاجة، او زي ما توقعنا او بتاع، فاللي هو قلت تعال نشوف هو بيقول ايه. تمام، دخلت الحمد لله يعني، هو كان بيقول تقريبا اللي هو ايام لما كان البيتكوين كان نزل من المرة التانية، لما كان نزل من 69 ونص او 700 تقريبا، لما نزل 42 مرة واحدة وطلع ل 52، اللي هو كان عامل تصحيح والناس قالت طار وطار، واللي هو الفيديو اللي كان بيقلس عليه ده بعدها يعني. تمام، طبعا على اساس اللي انا كنت متعلمه واللي انا كنت قاريه، اللي هو كسر مقاومه وبتاع وطلعه صاروخيه، ده كده طالع وخلاص ومفيش كلام. لقيت استاذ بيقول لي ايه الدوت، او مش عارف الدوت او البيتكوين تقريبا نازل، لازم ينزل، هو ما ينفعش، ولو طلع ما ينفعش. تمام، مش فاكر التحليل قوي، بس هو كان مصمم اللي هو لازم ينزل ياخد على نفس الموجه دي، ما دام نزل وبدا تصح عشان ينزل. تمام، انا عن نفسي قلت الراجل ده كداب، لازم يطلع، انا شاري فهو لازم يطلع، ماليش دعوه بقى بالمنطق، ماليش دعوه بالايه، هو لازم يطلع. اللي هو الحمد لله يعني نزل. يعني تمام، اوكي. حاجة تانية، تمام، لما خدت الكورس بقى، تمام، اقول لكم بقى ايه اسباب اللي انا اخدت الكورس بصراحة. تمام، مش عشان هو بيحلل صح، مش عشان هو فاهم، هو اكيد بيغلط ومفيش حد بيكسب 100%، او مفيش حد بيكسب على طول، لازم تخسر لازم تكسب، يعني الخسارة اصلا جزء من المكسب. تمام، اللي شدني اللي انا فعلا اتكلمه واقول له انا عايز اشتري علمك، او انا عايز اشتري اشتري الدوره، عايز افهمك، عايز افهم انت ازاي واثق كده، الثقه والمنطق اللي بيتكلم بيها، اللي هو يعني انا مش فاهم ايه واحد في الماركت بيقول لا الماركت لازم ينزل، اللي هو يعني مش اللي هو ايه، اللي هو ممكن يطلع ممكن ينزل، اللي هو ده ايه ده، لا هو كان بيقول هو لازم ينزل عشان نفهم الصورة، هو مستحيل يطلع مرة واحدة كده، ما ينفعش. تمام، أخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد من قناتكم قناة لما بكذب.
العديد من الإخوة طلبوا مني تحليل عملة سولانا، وسنقوم بتحليل هذه العملة اليوم نزولا عند رغبتي. لكن قبل البدء أدعوكم إلى الاشتراك في قناة التليجرام المجانية، هذا هو رابطها، تضغطون عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو. في هذه القناة نضع أرباح أو نشارك معكم أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية، شهاداتهم صوت وصورة، صفقاتهم كذلك، آراءهم في دوراتنا التدريبية، وكذلك نشارك معكم آخر العروض. وهذا آخر عرض تحصل فيه على دورة التحليل الموجي ودورة البرايس أكشن، 34 فيديو مسجل، 25 ساعة من أسرار الاحتراف أي سوق به متداولين. وتحصل كذلك على 3 أشهر اشتراك في قناة التحليلات اليومية. في هذه القناة نحلل يوميا من الاثنين إلى الجمعة كل الأسواق، فوركس، كريبتو، أسهم، مواد أولية. وهذه القناة تساعدك على احتراف وضبط مدرستي تحليل الموج وبريس أكشن بطريقة لم ترها من قبل. ترى بأم عينك تحليلاتنا اليومية والذي يحدث في الأسواق، وبنسبة 90% يتناسب ويتماشى تحليل مدرسة العملة الفكادي مع ما يحدث في الأسواق. إذا أردت أن تتعلم، تطبق وتحقق الأرباح في نفس الوقت، إن كنت جادا في التعلم وترغب في أن تبتعد عن التبعية وتصبح متداول محترف، هذا هو العرض المناسب لك. ستجد رابطه في تعليقات هذا الفيديو، أول رابط مثبت، وفي صندوق الوصف لهذا الفيديو كذلك أول رابط، تضغط عليه تتحدث معي مباشرة على الخاص، أنا الذي أجاوبك، وتبدأ رحلتك نحو 5% الرابحين وتبتعد عن 95% الخاسرين. لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناة العملة في الكذب مباشر باليوتيوب، وصلنا إلى 6630 مشترك، نريد أن نصل إلى 10,000 قبل البدء بوضع فيديوهات في هذه القناة. ستجدون الرابط مثبت في تعليقات هذا الفيديو. ثالث رابط تحذير، التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هو ذا مغزى تعليمي وتثقيفي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات. إذا ضغطت على زر الشراء أو البيع فأنت المسؤول، مسؤولية تامة عن قراراتك. قناة العلم في الكذب لا تتحمل أي مسؤولية. كل ما نطلبه منك هو أن تراقب، تقارن، تشاهد، وإذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى عروضنا وإلى دوراتنا. ماذا لدينا في عملة سولانا؟ لاحظوا معي سولانا على الفريم اليومي. لدي تحضير بيج بوي موجود في هذه المنطقة، ثم صعود قوي. بعد هذا الصعود القوي، يعني البيج بوي توقف عن الشراء في هذه المنطقة. الآن لدينا نزول اتجاه هابط، وهذه الموجة هي على شكل A B C. بعد اكتمال السي يا إما سنحصل على تصحيح كبير إن أرادت سولانا أن تنزل أكثر، أو سنحصل على انعكاس في الاتجاه. إذا دورنا الآن هو هذه الموجة أن ندرسها بطريقة جيدة، أن نحللها بطريقة جيدة لنعرف هل اكتملت بنيتها أو لا، لأنه إذا اكتملت بنيتها قد نحصل على تصحيح كبير بعد ذلك وانعكاس الاتجاه. إذا سنحاول رؤية هذه الموجة بنيتها. ولاحظوا معي لدي هذه الحركة التصحيحية هنا، لدي هذا الرنين فلات هنا، كلها نماذج واضحة. إذا وبعد ذلك لدي هذه الحركة بها إشكال. إذا كانت هذه الحركة هي تقفيلة لهذه الحركة، كان يجب أن ينزل السعر بقوة ويكسر القاع، ونقول أنه هذا هو نموذج رانين فلات، ونبحث عن الصعود بعد ذلك. لكن لاحظوا ما الذي وقع الآن، لاحظوا هذا التصحيح الموجود الآن في هذه المنطقة. إذا نزلنا إلى فريم 4 ساعات سنجد أن هناك تصحيح يبدأ من لدي موجة دافعة، ثم لدي هذه الحركة 1 2 3 4. وفي قناة التحليلات اليومية توقعنا هذا الصعود، وأتوقع أن الإخوة حققوا أرباح قوية. إذا الآن هذا النزول هو نزول تصحيحي، وبهذه الحركة قوية. إذا بعد الحصول على هذا الطول، ونحن تقريبا حصلنا عليه، فهذا يقول لي أي كسر لآخر جدار، أي كسر لآخر جدار، أي نزول قوي ثم تصحيح هو لي البيع. إلى أين؟ إلى كسر هذا القاع مستوى 12 دولار 77. ثم بعد ذلك بما أنه لدي هذه الموجة الدافعة، بعد أن يكتمل هذا التصحيح سنبحث عن الصعود من هذه المنطقة. إلى أين؟ إلى كسر هذه القمة كهدف أول مستوى 27 دولار و20 سنت. متى سأقول أن عملة سولانا هي للصعود لإعادة الاختبار إلى هذه المنطقة؟ متى سأقول ذلك؟ أي 160 دولار.
إذا لاحظنا زيادة في الزخم بين هذه الموجة وهذه الموجة، ثم بدأ تصحيح وبقي في الثلث الأخير من هذه الموجة. هذا يؤكد لي الصعود إلى أين؟ إلى إعادة اختبار سعر 260 دولار. إذا الآن يا إما سنحصل على تصحيح ريجولار فلات هنا، يعني يا إما سيعود، يعني سيعود سولانا لكسر هذا القاع ثم يعود هكذا، وهنا سنرى هل سيزداد الزخم ولا سيعود. إذا عاد سنقول أن هذا تصحيح ريجولار فلات، وبعد ذلك سنبحث عن الصعود، أو قد يعود ويصعد بقوة يزيد في زخمه ثم يصحح وهذا للصعود أكثر. أو السيناريو الآخر هو أن ينزل السعر بطريقة متذبذبة هكذا ويكسر القاع، وهنا سنحتاج إلى هذا الرانين هنا هكذا، هذا النموذج، ثم ينزل لمرة أخيرة وهكذا، هذا البول باك يلغى وتصبح هذا هو تصحيح وهذا البول باك يلغى. إذا الآن أول شيء هو أن نحاول البحث عن النزول، أين هو آخر جدار؟ هو هذا مستوى كما قلنا، هذه المنطقة 18 دولار و33 سنت تقريبا، يعني هذه المنطقة ينزل السعر يصحح هذا للهبوط. إلى أين؟ إلى هذه المنطقة فقط، هذا هو هدفك، هذا على المدى القصير 12 دولار. ثم بعد ذلك سأقوم بترقيم هذه الموجة، ويجب أن تكون بنيتها مكتملة. عفوا تعود إلى سولانا، هنا هي سولانا. إذا كما قلت، هذا هو آخر جدار، أريد هبوطا قويا ثم تصحيح، وسأبحث عن النزول كما قلت لكسر هذا القاع، وبعد ذلك سأقوم بترقيم هذه الموجة وأرى بنيتها، هل هي على شكل دبليو اكس واي اكس زد، هل هي على شكل 1 2 3 4 5، هل هي شكل اي بي سي، هل هي على شكل دبليو اكس واي، هل هي زائدة في الزخم ناقصة في الزخم، هذه الأمور كلها. إذا وجدت أنها مثلا هي على شكل دبليو اكس واي اكس زد وهناك نقص في الزخم، أي موجة دافعة تصحيح هي للشراء إلى كسر هذه القمة كهدف أول، وإذا طار السعر ممتاز قد يصل إلى 260 دولار. إذا الآن أريد أن أحلل آخر موجة لأرى بنيتها، لنرى لدي هذا التصحيح مكتمل، هذا كذلك تصحيح واضح، هذا ربما يكون تصحيح هنا في هذه المنطقة. إذا نظرت إلى فريم الساعة أريد أن أركز على آخر موجة. إذا الآن ربما نحن في نطاق هنا الآن في هذه المنطقة، إذا كل ما أحتاجه هو زيادة في الزخم ثم تصحيح هنا، يعني عوض 18 دولار 19 دولار في هذه المنطقة. نبحث عن النزول، هل هناك ديفرجنس؟ لاحظوا بين قمة وقمة هناك ديفرجنس، إذا يمكنني البحث عن الهبوط إذا أتيحت لي فرصة في هذا الجدار هنا كهدف كمنطقة أولى للبحث عن الهبوط. إذا أحتاج إلى نزول ثم تصحيح، سأبحث عن النزول لكسر هذا القاع، فقط لكسر هذا القاع، لأنه يعني إذا لاحظتم عندنا نفس الطول تقريبا، ووصلنا إلى نفس الطول تقريبا، نعم وصلنا إلى نفس الطول تقريبا. إذا يمكننا البحث عن الهبوط، لماذا الهبوط؟ لتقفيل هذه الموجة، لأن هذه الموجة قوية ليست تصحيحية، إذا نحتاج إلى تقفيلها رانين، وهنا هناك هذا النموذج في الوسط رانين كذلك. إذا 1 2 3 زيادة في الزخم، هذه الزيادة في الزخم لن تترك سولانا تصعد بسهولة. إذا رأينا ردة فعل، يمكن البحث عن النزول لكسر هذا القاع، وبعد ذلك نبحث عن الصعود كما أعطيتكم في السيناريوهات. إذا هذا هو تحليل اليوم لعملة سولانا، ركزوا على سولانا، لا تنسوا إن كنتم تستفيدون من هذه الفيديوهات فجروا لايكات، دعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم، وأن العلم لا يعرف الكذب، واستغلوا هذا العرض إخوتي الكرام، هذا أفضل عرض يمكنك استغلاله حاليا في عالم التداول. لا تنسوا أن العلم لا يعرف الكذب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.